وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري النقيب محمد فوزي اللامي. أهلا ومرحبا بك سيادة النقيب. بداية، صحيفة ذا أتلانتيك تقول إن ميليشيا الحشد مستعدة دائما لمهاجمة المنشآت الأمريكية في بغداد، على المستوى الاستراتيجي إلى أي مدى ترون إمكانية ذلك؟ حيا طيبك سيدي وللمشاهدين الكرام. حياك الله. العمل العسكري هو بالنتيجة يكون تحت غطاء سياسي ولتحقيق أهداف سياسية وليس يعني عملا فوضويا، ولذلك تجد بأن هذه الميليشيات هي ارتباط لديها ارتباط عضوي وارتباط سياسي وارتباط عقائدي بإيران. لذلك إذا ما وصلت الأمور، هنالك صراع أمريكي إيراني على مستوى معين. إذا هذا الصراع وصل إلى حد أنه تستوجب بحث الرسائل العملياتية والرسائل العسكرية، فأنا أعتقد بأن الميليشيات الإيرانية الموجودة في العراق هي الأقرب لإيصال هذه الرسالة إلى الأمريكان. ونشاهد أن اليوم هنالك حقيقة تجاوزت تقف ما قبل عام 2014. الصراعات والنزاعات اليوم بدأت تظهر على الساحة السياسية العراقية، ولكنها إذا ما كما قلنا إذا ما وصلت إلى مرحلة بعث الرسائل العسكرية، فبالتأكيد الميليشيات العراقية ستكون الأكثر إمرة تحت نظام الولي الفقيه لإيصال هذه الرسائل. طيب يعني سيادة العقيد، هل هنالك أي معطيات على الأرض تؤكد أن الميليشيات مستعدة لمهاجمة المنشآت الأمريكية؟ يعني هو حقيقة الأزمة العقوبات أثرت على الداخل الإيراني كثيرا، ولذلك إيران دفعت اليوم بذيولها، يعني الموجودين في الميليشيات الموجودة في العراق اليوم تصرح بصراحة وعلانية أنها ستستهدف المنشآت الأمريكية، والأمريكان بالنتيجة طبعا استجابوا لهذه التهديدات، وهنالك إمكانية لتحقيق هذه التهديدات. لكن سيد الكريم، كما ذكرنا، هنالك يحتاج إلى السقف السياسي، يحتاج إلى أن يصل إلى مرحلة معينة. اليوم هنالك عمليات ضرب لحلفاء أمريكان في المنطقة كالأكراد، وعمليات تهديد لمناطق أخرى. فأنا أعتقد بأن هنالك إمكانية، والأمريكان يجدون هنالك إمكانية. وحديث هذه الصحيفة بالنتيجة إذا أخذناه واقعا، هو اليوم طيب جزء من حملة تشنها. اليوم هنالك حملة موجودة في الإعلام الأمريكي لتهيئة الشارع الأمريكي إلى صراع مرتقب مع الجانب الأمريكي. في المقابل هنالك تصريحات من مصادر حكومية أن الجيش الأمريكي اتخذ إجراءات أمنية غير مسبوقة، كيف تقرؤون هذه الاحتياطيات في ظل حديث لصحيفة ذا أتلانتيك؟ يعني هو سيدي الكريم، اليوم النوايا أصبحت واضحة والصراع السياسي أصبح واضح، ولذلك من المؤمل أنه هناك إمكانية أنه يتحول إلى صراع عسكري الأمريكان. وهذه التصريحات اليوم الصحفية، هناك تحشيد لهذا الاتجاه. الشارع الأمريكي يعلم، والسياسيين الأمريكيين يعلمون جيدا بأن هذه الميليشيات تجاوزت الحد المقرر لها. أمريكا استخدمت هذه الميليشيات في مرحلة من المراحل، واستخدمت إيران وسياسة إيران في المنطقة لتحقيق أهداف معينة، تحققت هذه الأهداف. واليوم هنالك لا توجد هنالك حاجة لا في سوريا ولا في العراق إلى هذا التواجد، خصوصا وأن هذه الميليشيات وإيران تهدد حلفاء أمريكا في الداخل العراقي وفي المنطقة أيضا، تهددهم ما حصل يسمونه انتصار ضد تنظيم الدولة. نعم. الجانب الأمريكي لم يكن هنالك له أي جزء وأي فضل. الإيرانيين حقيقة تصدروا المشهد، وهذا لم يعجب الإعلام الأمريكي. فبالنتيجة أن السياسة الأمريكية والسياسيين الأمريكيين يعلمون جيدا بأن إيران وميليشياتها في المنطقة هي خطر على المصالح الأمريكية وعلى حلفائها. لكن كما قلنا سيد الكريم، نحن اليوم في مرحلة التأجيج السياسي الذي تجاوز مرحلة قد تصل إلى صراع عسكري مرتقب. في المقابل، هناك أنباء عن اعتزام الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على ميليشيات عراقية تدعمها إيران. هل تعتقدون أن مثل هذه العقوبات يمكن أن تحد من قدرات الميليشيات العسكرية؟ وسيدي الكريم، كما ذكرنا بأن اليوم المرحلة الميليشيات وإيران تجاوزت الخط المرسوم لها، ولذلك هنالك سيل ومن من من العقوبات، وهنالك اندفاع دولي اليوم المجتمع الدولي ضده بأكمله، ضد التوجهات الإيرانية، المنطقة ضد التوجهات الإيرانية.
والأزمة الكبيرة اليوم القادمة على إيران التي أنا أعتقد بأنها سوف تكون أهم من مما يحدث في الكونغرس، أنه الداخل العراقي اليوم أصبح الداخل العراقي الحاضن التي تحتضن هذه الميليشيات اليوم تتأجج ضد هذه الميليشيات. فإذا أخذنا في الاعتبار أن بالتأكيد نجمع هذه النقاط جميعا، العقوبات زائد داخل العراق زائد المحيط الإقليمي، بالتأكيد سوف تتأثر هذه الميليشيات، ولكنها قد تندفع كحلول كما فعلت سابق عندما في المناطق الغربية اضطرت اندفعت إلى تأجيج أزمة كبرى، لكنها قد تندفع فعلا إلى مواجهة مع أمريكا لاستحصال أزمة قد تكون يعني تحرف الإعلام وتحرف الأنظار إلى ما يجري من ضغوطات عليها. من برلين الخبير الأمني والعسكري النقيب محمد فوزي اللامي، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.